على طول ركلة مرمى، وهناك التحول في وسط ملعب برأسية طويلة في الأمام تعود لصالح فريق النادي الفزع. هناك تسلل ركلة حرة غير مباشرة، وهناك الإشارة باستئناف اللعب وكرة عرض. بهذه الصورة سنشاهد مرة ثانية الكرة الطويلة من وسيم لبزوق، وكانت هناك الكرة الراية مرفوعة في البداية كانت من المساعد الثاني، لكن الكرة وصلت إلى أنس حجي الذي هي